كده اللي عنده سؤال يبعته. حد بيقول: هل من الممكن يا سيدنا أن يحدث سقوط للملائكة إلى وقتنا هذا؟ امتحان الملائكة حصل وخلاص، مفيش ما يشير لكده في الكتاب على الإطلاق في حدود علمنا. حد بيقول: سلام يا سيدنا، هو أنا لو افتكرت والدي ووالدتي وإخواتي المنتقلين وقت الترحيم بالقداس، ربنا يسمعني ولا لازم أكتب أسمائهم وضعها على المذبح؟ دي لا تلغي ديت، يعني هو طبعا ربنا يسمعك، الأهم إنك تذكروهم، لكن أحيانا القرابين بتقدم باسمهم، ذكرهم ما بيبقاش مجرد ذكر كده وبس، لا، احيانا نقدم البخور باسمهم، القرابين باسمهم، وبالتالي ممكن الاب الكاهن بيذكرهم، فذكرهم لا يلغي ولا يمنع ان احنا نذكرهم. وحتى لو مش هنقدر في كل قداس هنقدم القرابين باسمهم، ما يمنعش ان احنا في كل قداس وفي كل صلاة ان احنا نذكرهم ونصلي من اجلهم. بالعكس، انا مش برمي ورقة وخلاص، اهم حاجة ان ارفع صلاة من قلبي من اجلهم، لان دي نوع من المحبة والوفاء والعرفان. مين هم الهراتقة، او يعني ايه الهراتقة؟ لغويا الهرطقة لها معنى، لكن انا هديك المعنى البسيط. يعني الهرطقة اللي هم انحرفوا عن الايمان الصحيح، اللي ايمانهم ما بقاش مستقيم، ما بقاش مظبوط، هم دول اللي يسموا الهرطقة. حد بيقول: هو مش ظهورات الله في العهد القديم كانت ساعات بتكون في شكل ملاك زي ما حصل مع إبراهيم في تكوين 18 لما زاروا ثلاث رجال وهو عند الخيمة عند خيمته؟ طبعا كان أحيانا بيظهر في شكل ملاك. في واحدة من بناتنا بتقول: أنا بقالي فترة كبيرة لم أتناول، لأني كل ما أجي أتناول بحس إن خطية ولا أستحق جسد الرب ودمه، وأنا نفسي أتناول بس مش عارفة أعمل إيه. إحنا بيقترن بالتناول التوبة والاعتراف. كويس ان الواحد يشعر انه خاطي، وكلنا خطاه، لكن الشعور ده لازم اترجمه عمليا. انا شاعر انه خاطي، يعني انا مش راضي عن نفسي بالوضع دوت، فمحتاج اقدم توبة واشوف انا ازاي بغلط وابعد عن الغلط دوت، اذكر من اين سقطت وتوب، ومحتاج اروح لاب اعترافي واقول له انا عملت كذا، ويصلي لي الحل، وبالتالي اجي اتناول، لان بدون التناول مش هتتغفر لي خطيتي، ومحدش ضامن عمره، فليه ااجل؟ نشكر الله ان ادانا فرصه ان احنا عايشين، فنستغلها ونقدم توبه وناخد جسد ودم ونتطهر بيه.
في حد مش عارف واحد ولا واحدة أسئلتهم محتاجة تظبيط. الأول بيقول هاخد من وقت قدسك يا سيدنا، بس عندي سؤالين. الأول بيقول الكتاب بيقول اللاهوت لم يفارق الناسوت، طب قبل التجسد كانوا متفارقين؟ أولا الكتاب ما قالش كده، ما فيش آية في الكتاب قالت اللاهوت لم يفارق إيه الناسوت، دي مش آية في الكتاب المقدس. أما قبل التجسد كانوا متفرقين، لا، لأن ما كانش في جسد أصلا، ما كانش في إيه الجسد، ما كانش تكون، فهو مش موجود ومفرقه، لا، كان اللاهوت موجود والجسد لسه مش موجود، لكن في اللحظة اللي كان الجسد فيها موجود اتوجد متحد باللاهوت، ومن تلك اللحظة لم يفارقه قط، لكن كان في وقت اللاهوت موجود لكن الناسوت مش موجود. الوشم والتاتو حرام، يعني هو في ايه؟ في الكتاب المقدس قال الحاجات دي يعني مش مظبوطة، مش فاكر الشاهد بتاعها، لكن مش مظبوطة، مش مستحب. احنا اقصى حاجة بنعملها اللي بيدقوا صليب، لكن اللي بيعملوا اشكال وحاجات ديت مش مظبوطة. التاتو اللي هو ايه؟ حد يعرف التاتو؟ يا وشم برضو يعني. انا فهمت الوشم لكن ما فهمتش التاتو ده. في حد بيقول هم ليه عملوا الطوائف؟ ايه السبب؟ هم مين اللي عملوا الطوائف؟ ما حدش عمل، هم اللي عملوا نفسهم. لماذا يقول الكاهن أمام أيقونة يوحنا المعمدان السلام للكاهن ابن الكاهن، رغم أن يوحنا ليس بكاهن؟ مين قال؟ الكهنوت في العهد القديم وراثي، اللي هي أولاد هارون، فزكريا أبو يوحنا كاهن، فيوحنا ابن زكريا يبقى إيه؟ كاهن، عشان كده بيقول السلام للكاهن ابن الكاهن. لماذا في أحد الأعياد لا نذكر كل لا نذكر المتنيحين ونذكر المجمع رغم أنهم جميعا متنيحين جميعا؟ الكلام ده مش مظبوط. في كل الأعياد ممكن نذكر المنتقلين، يعني دايما في صلاة العشية تتقال أشية الراقدين حتى لو عشية العيد، فمين قال ان ما بيتذكروش؟ كل اللي بيحصل ان ما بيتقالش اللحن الحزيني في الترحيم، لكن بيذكروا. أشية الراقدين بتتقال دايما في العشية، غير ان في القداس نفسه بعد المجمع، المجمع نفسه ترحيم، وبعدين قول أولئك يا رب الذين أخس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم، ما ده ترحيم برضو. في حد بيقول سلام ونعمة، أنا عن نفسي بأؤمن بموضوع الشفاعة وكتير بشوف معجزات كتير بتحصل، بس أنا بتشفع كتير ساعات في حاجات معينة ومش بتحصل، ليه؟ أعمل إيه عشان يكون في قوة تحمل للآخرين؟ ده سؤال تاني يعني.
لا، ما هو الشفاعة دي مش زراير كده عايزين اللي كل واحد نفسه في حاجة. ده يقول تطلبون ولا تنالون لأنكم تطلبون رضيا للإنفاق في شهواتكم. يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. علاقتنا مع القديسين ما هيش علاقة منفعة أرضية، يعني احنا بنطلب حاجات طلبات سماوية. هل طلبنا شفاعتهم لمعاونتنا في حياتنا الروحية وما استجابوش، ولا احنا بنطلب حاجات كده يعني نستمتع بيها في الارض؟ ده دي معرفة مصلحة، لكن الشفاعة ان ننظر الى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم، نطلب طلبات روحية. اعمل ايه عشان يكون فيا قوة تحمل الاخرين؟ افتكر ضعفاتي انا ايضا، وان في اخرين بيحتملوني فانا برضو ممكن احتملهم، عشان لي انا برضو ضعفات فاحتمل ضعفاتهم. في سؤال من المرة اللي فاتت بيقول السلام ونعم يا سيدنا، سؤال من المحاضرة اللي فاتت نيافتك مش جاوبت عليه. هو العربي طبعا، يعني هو الاب والابن والروح القدس مساوي في الجوهر، اذا لماذا قال السيد من يجدف على الروح القدس لا يغفر لهم؟ لماذا قال الروح القدس فقط؟ بس كاتب فقط بالدال، هي فقط بالقاف. هو قال لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. وقال من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وقال لا تقاوموا الروح، لا تطفئوا الروح. فأحيانا الروح القدس يدفع ناس للإيمان ولكن لا يلغي حريتهم، فبحريتهم يقاوموا، وبدلا من أن يؤمنوا بأن المسيح هو الإله المتجسد يرفضوا عمل الروح القدس فيهم، وبالتالي مش هيؤمنوا، بالتالي مش هيخلصوا، لأن الروح القدس هو اللي بيقود للإيمان بلاهوت الإبن أو بالإيمان الكامل. يعني غير ان الروح القدس هو اللي بيبكت على دينونة وعلى خطية وعلى بر. فاللي يستجيب لعمل الروح القدس يقدم توبة ويعمل بر فهيبقى له خلاص. اللي مش هيستجيب لعمل الروح القدس مش هيتوب، وبالتالي طالما مش تايب مش هتتغفر له الخطية، لأنه لو تاب هيتناول، وبدون تناول مش هتتغفر له الخطية. يعني هو الأب والابن والروح القدس واحد في الجوهر، لكن هنا عمل الروح القدس هو بيرفضه فبيوقف كل حاجة بعد كده، وبالتالي التجديف على الروح القدس اللي هو المرحلة الأولى. ينفع واحد يتعمد من غير ما يؤمن؟ عشان كده في بعض البرسنت يفهموا غلط يقولوا آمن فقط. لا، الإيمان ده الخطوة الأولى، ما هو لو آمن هيؤمن إن لابد في معمودية،
وإلا مش هيبقى مؤمن. لو آمن هيمارس باقي المطلوب منه. فلو رفض من البداية ده تجديف على الروح القدس، وبالتالي ما بيبقاش فيه مغفرة لأن أغلق على نفسه الباب. هي شفاعة الأحياء في المنتقلين، هل هي قادرة أنها تخلي ربنا يمحي خطية المنتقل أو إيه فايدته؟ الإنسان هيجازى عما فعل، لكن حسب تعليم الآباء زي ما قال القديس يوحنا الحبيب، توجد خطية ليست للموت، دي نطلب من أجلها. لكن لو خطية للموت مش هينفع. الخطية التي ليست للموت اللي هي بنقول ربما تكون السهوات والهفوات، زي ما بنقول له التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة، فبتكون بغير معرفة دي ممكن الصلاة وعمل التراحيم تفيد فيها، لكن غير كده ما تفيدش. يقول شفاعة الأحياء في الأحياء، يعني مش غلط إن في وقتنا الحالي نقول بشفاعة أب كاهن أو بطرك. إحنا بنقول في حياته مش بشفاعته، بصلواته. زي بالضبط العازر الدمشقي ما تشفع بإبراهيم وهو حي، قال له يا إله سيدي إبراهيم يسر لي طريقي عشان اختار زوجة لابنه اسحاق. فممكن نقول يا رب بصلوات فلان، يعني اطلب الطلب اللي انا عايزه. هنا بنطلب بصلواته زي ما القديس بولس الرسول صلوا لاجلي لكي اعطي كلمة عند افتتاح الفم. ما هي علامات ان يوم القيامة يقترب وان السيد المسيح سوف يأتي في المجيء الثاني؟ وهل في دخول نار للمسيحيين؟ كل ده هنتكلم عنه الموضوع الجاي بقى، ان احيانا الرب وعشنا الاسبوع الجاي هنتكلم عن الموضوع ده. سلام ونعمة يا سيدنا. سؤالي، هل في بنات برتبة شمامسة؟ ولو ما فيش ازاي وسنكسر يوم السبت 23 توت كان تذكار الشهيدة تكلى اولى الشهيدات الشماسات؟ في بعض الكلمات تعني لها معنى لغوي، ومعنى تاني آخر. يعني على سبيل المثال يعني لها معنى لغوي ومعنى كهنوتي. يعني كلمة أصف بمعنى ناظر أو رقيب، ناظر أو رقيب. كان زمان مثلا الوزراء ما يسموش وزير، يقولوا ناظر، ناظر الحقانية، يعني ناظر وزير العدل، ناظر الخارجية، وهكذا. فكلمة أو في ناظر مدرسة، فهنا كلمة ناظر بمعنى في العالم بمعنى إداري أو لغوي وظيفي كده، لكن غير كلمة ناظر بمعنى كهنوتي.
تفرق. كلمة شماس يعني خادم، شماسة يعني خادمة، فممكن بالمعنى العام ممكن يكون في خدام كتير يتقال عليهم شمامسة، أو بنات يتقال عليهم شماسات بتخدم في الكنيسة أي نوع من الخدمة. لكن الخادم بالمعنى الكهنوتي دي حاجة تاني. احنا دلوقتي ما في واحدة نقول عليها خادمة، مش في خادمات؟ احنا حتى الدراسات اللي بنعملها دلوقتي بنقول دراسات اعداد الخدام او الخدام والخادمات، يعني كلمة خدام يعني شمامسة، وخادمات يعني شماسات. لكن هل بالمعنى الكهنوتي؟ لا، بالمعنى اللفظي او المعنى اللغوي بمعنى خادمة يعني بتخدم. بس احنا بنفضل الاولاد الخدام يكونوا شمامسة بالمعنيين، الشماسات بتكون بالمعنى اللي هو الخدمي، الامور اللي تتناسب مع ما يسمح به لخدمة البنات في الكنيسة. في حد بيقول نيافتك في المحاضرة قلت لو واحد انتحر الكنيسة ما تصليش عليه. طب دلوقتي انا قدامي شخص بيحاول ينتحر وانا مش عارف اساعده لانه متجه لطريق الالحاد، في حاجة نيافتك تنصحني بيها اقدر اساعده بيها ارجعه لربنا تاني؟ انا ما اعرفش الشخص ده يبقى لك ايه يا بنتي، هل اخوك، هل حد من اسرتك الداخلية؟ في الحالة دي يعني ممكن اما نعرف نقولك تعملي ايه، لكن لو حد ما هوش يعني ذو قرابة تسمح لك بالتعامل معاه ما ينفعش ننصحك بحاجة. ما اكتر حاجة ممكن تعمليها تقولي للاب الكاهن اللي بتاع الكنيسة اللي هو فيها، لكن مش مطلوب منك انت حاجة فوق طاقتك، وخصوصا طالما الشخص ده يعني من جنس اخر وانتي بنت، فيعني مش هتروحي تحاولي معاه يعني تقولي له لا او كده، يعني هو بالنسبة لك ايه ما انا معرفش. في سؤالين حلوين. كويس، ازاي ارد على واحدة فاقدة الثقة في ربنا وتقول لي طلبت كتير وما استجابش وحاسة بعيد عنها؟ اكتر حاجة المثل العملي، لما يكون واحد واثق عنده ايمان وثقة ورضا مع ربنا الشعور ده بيتنقل للآخرين وبيتحس. فاقد الشيء لا يعطيه، فممكن هي كلامنا هيبقى له قوة مع اللي بنكلمه. في سؤال تاني، ليس أحد يأخذ هذه الخدمة إلا المدعو من الله كما هارون أيضا، إزاي وأريوس طلع مهارتك وعمل بدعة صعبة؟ طب ما يهوذا كان من تلاميذ المسيح. الكهنوت لا يعصم من الخطأ. ممكن واحد يدعى ولكن ما يكملش، يقول أولون آخرون يكونون آخرين يعني والعكس. فدي ممكنة، يعني ممكن لو سلك كويس
كان يربح بالوزنة لكن ما كانش أمين فيها يدان، فربنا اداله فرصة ان كان ممكن يربح ويبقى كويس لكن ما صنش النعمة. في واحدة من بناتنا بتقول: بعد إذن قصك يا سيدنا، أنا كان عندي سؤال بخصوص سلامي النفسي، دايما فاقدة الإحساس بالسلام، وطبعا نفسيتي تعبانة وده مأثر على صحتي، الجسدية صحتي الجسدية على طول إرهاق ودوخة لدرجة الإغماء. أنا عندي مشاكل كتير جدا بحاول أتعايش معاها، بس للأسف بيجيلي وقت بحس فيه بالإحباط. طبعا من الصعب أتكلم عن كل مشاكلي، بس نفسي في حل يساعدني، مع العلم إن أنا متزوجة وعندها ولد. شكرا وأسفة للإطالة. المسيح هو ملك السلام يا بنتي، لو بحثتي عن السلام بعيد عنه مش هتلاقيه ولا ممكن تاخديه من حد. احسن حاجة تقف تصلي وتطلبي معونته وتدخله في حياتك وتصفي قلبك إذا كان في بعض أخطاء أو خطايا بالتوبة والاعتراف والتناول. وأعتقد إن لو وقفتي وصليتي لربنا هترتاحي كتير. أحيانا الناس بتبحث عن سلامها وسعادتها بعيد عنه، مع انه عن كل واحد منا ليس ببعيد، لكن يقول: تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. فالتجي اليه مباشرة وصفي قلبك. قال: الذي يقبل الي لا اخرجه خارجا. كل الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تغزى. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ليه ما نروحلوش؟ ليه بندور براه؟ في ناس بتسأل حاجة وانتوا لسه مش خدام وخادمات. المواعيد مدارس الأحد صعبة جدا، ليه ما ترجعش زي ما كانت يوم الجمعة؟ هترجع يوم الجمعة إن شاء الله لما الدنيا ترجع زي ما كانت قبل كورونا. هي الدنيا رجعت تاني، لما ترجع كل حاجة ترجع. صلوا، ما زال الفيروس موجود يا جماعة، محتاج تحفظ وما زال في ناس بتتصاب. فإحنا السماح بالخدمة بقدر معين. طبعا إحنا عارفين إن مش بسلاسة لما كان كله مع بعض وكده وخلاص، لكن أيهما أفضل؟ يبقى ما فيش خالص ولا يبقى برضو في حاجة كده ما نتحرمش منها؟ أفضل من ما فيش. بيقول: حضانة وجامعة ليه مفيش؟ هيبقى فيه، بس بنبدأ مرحلة مرحلة نبدأ الخدمة. احنا اهتمينا ببتوع عادات خدام الاول، مش المهم انتوا فيه عشان ما نضيعش عليكم السنة.
في سؤال بيقول أين يوجد الأشخاص الذين يموتون في السماء، مكانهم ما مكانهم؟ الحاجات دي هنتكلم عليها المحاضرة الجاية إن شاء الله. إزاي أعرف مشيئة ربنا في حياتي؟ مشيئة الله أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. مشيئته أن أتبع وصاياه. أي حاجة تتعارض مع وصية ربنا يبقى دي ضد مشيئة الله، لكن طالما تتفق مع وصية ربنا أنا حر أختار ما أشاء، بقى في مساحة ليا من الحرية. لو في إمكاني أعمل كده ومش غلط وكده مش غلط، أعمل الحاجة اللي أنا بحبها طالما مش غلط، ما تتعارضش مع وصية ربنا، أختار الحاجة اللي تناسبني واللي أنبسط فيها. أهم حاجة ما تكونش تتعارض مع وصيته. إزاي أختبر حياة الرهبانة وأنا في العالم؟ وهل في كتاب يرشدني؟ لا، في حياة ترشدك. حياة الرهبانة حياة صلاة وانفراد مع الله، فالواحد يبدأ يختبر أن ينتظم في صلاته اليومية الخاصة في الكتاب المقدس، في أنه يكون يحتمل الآخرين، يعني ما يبقاش يفضل نفسه على غيره، دايما يخلي نفسه آخر الكل. دي بعض حاجات ممكن تخلي الإنسان يعيش في الرهبانة، لأن في الرهبانة صلاة وفي طاعة، فالطاعة ديت إن الواحد بيلغي مشيئته، يشوف إيه اللي يطلب منه ويعمله. مش كل حاجة يعترض ويناقش ويعمل، لا، اللي يطلب منه بيعمله. امسك اخدم الحيط في المكان ده، حاضر، اعمل كذا، حاضر. ما يقولش ليه وعشان ايه، اشمعنى فلان؟ طب لا، ما ينفعش. في الخدمة زمان كان كده، الخدام اللي كلفوا بيعملوه ويتحدد لهم كل حاجة، انت تمسك كذا في الوقت الفلاني. لكن دلوقتي كل واحد عايز يحدد كل حاجة في الخدمة، وعايز الآخرين هم اللي ينفذوا له طلباته بناء على مزاجه هو. طب لو اللي انتقل ده كان شخص مش كويس، هل الصلاة والشفاعة ممكن تغير مكانه أو تقلل من عقابه؟ زي ما قلنا، في خطية للموت وخطية ليست للموت. لو خطية للموت ما فيش صلاة تنفعه خالص، لكن لو حاجات كده هي سهوات أو عدم معرفة أو غيره، ممكن يستفيد بالصلاة من أجله. نحن في ختام الصلاة نقول بشفاعات العذراء والقديسين، هل يجوز أن نقول بشفاعات الروح القدس وهو مساوي للآب والابن؟ لا، شفاعة الروح القدس ليست شفاعة توسلية. احنا بنقول الروح القدس شفاعته انه معزي ومعين، وشفاعة الابن كفارية، فما ينفعش نحط الروح القدس مع القديسين يعني بالشفاعة. لا، لماذا كان الشيطان هو الذي يقبض على أرواح المؤمنين المنتقلين في العهد القديم زيهم زي الأشرار؟ لماذا لا يكون لهم مكان آخر غير الجحيم إكراما لهم والمحبة ربنا ليهم؟
خلي بالكوا زي الفردوس ما هو درجات، الجحيم برضو ايه؟ درجات. عشان كده قال سدوم وعمورة ستكون لها حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يبقى في حالات بتبقى صعبة قوي وفي حالات يعني ايه اكتر احتمالا، ففي درجات. ففي العهد القديم كان كله بيروح الجحيم لكن مش كله في درجة واحدة، زي في واحد ساقط واخد صفر وفي واحد 49.5. هل ده يتساوى مع ده؟ زي او في ناس نجحوا، واحد نجح ب50%، واحد نجح ب99%، ده اسمه نجح وده اسمه سقط. هل كل اللي نجح زي بعضه ولا الكل سقط زي بعضه؟ كان في فرق برضه. هو في العهد القديم كان متخصص الكهنوت سبط لاوي، طيب ليه لما قرح طلب يكون كاهن مات؟ لا، هو سبط لاوي خرج منه الكهنوت فهارون، هارون من ولاد لاوي بقالوا الايه الكهنوت، بقيت السبط اللي هو اللاويين اللي هو دورهم زي الشمامسة دلوقتي. فالدرجات الكهنوتية العليا تركزت في نسل هارون، لكن باقي السبط في الخدمات الأخرى أو في الرتب الأقل اللي هي اللويين. أما أولاد هارون اللي تعاقبوا لأنهم خلفوا، في فرق بين واحد التعاقب عشان تعدى يمارس أعمال كهنوت هي مش من حقه، أو واحد كاهن خالف وصايا ربنا في ممارسة الكهنوت وتعاقب. في حد بيسأل الفرق بين عادات خدام في الأبروشية هنا وفي أماكن أخرى؟ مفيش منهج موحد لعادات خدام، فكل أبروشية في حاجات الموضوعات يعني ممكن تكون جوهرها واحد، لكن الأولويات أو الاستفاضة في موضوع عن التاني بيختلف من مكان لمكان. زي الجامعات، في جامعات كتيرة لكن تبص تلاقي كل جامعة ليها خصوصيتها، كلها تخرج الكلية دي مهندسين أو محاسبين أو محامين، لكن تلاقوا المنهج هنا مختلف عن هنا شوية. وده تنوع بيدي ثراء. احنا اخترنا منهج يتسم ببعض السمات ماشيين بيه في الأبروشية عندنا. في بيقول مين يا سيدنا اكتر اسف تستفاد منه في العقيدة او نسمع كلام؟ يعني كان نيافة الأنبا أبراهام، أنبا غرغوريوس، قدس البابا شنودة طبعا، في أسقف انتقلوا القديس الأنبا يوساب الأباح، يعني على مدار تاريخ الكنيسة في كتير. يا سيدنا أنا ماما مش موافقة إن ننزل افتقاد في الخدمة، إزاي ممكن أقنعها؟ طبعا ولا إحنا نوافق لأن كنتوا لسه أعداد خدام، إزاي أعداد خدام وهتنزلي افتقاد؟ لما تبقوا خادمات تكونوا كبرتوا شوية فممكن ماما توافق.
احنا عندنا في الكنيسة ما بيهتموش بغير بناس يعني الاغنياء والناس الفقيرة، ما حدش بيسأل فيهم خالص، دي حساسيات. اكتر ناس بيتخدموا من الكنيسة اخواتنا الفقراء، اكتر ناس بيتخدموا من الكنيسة، يعني بالعكس معظم طاقات الكنيسة موجهة لخدمة الفقراء اكتر، ده ليهم خدمة مخصوص اسمها خدمة اخوة الرب. مفيش خدمة في الكنيسة اسمها خدمة الأغنياء، لكن في خدمة إخوة الرب، وكل الخدمات متاحة للكل يا أولاد. يعني إحنا دلوقتي عاملين إعداد خدامة أهو، هل في تنقية بننقي الأغنياء اللي يدخلوا ولا الفقراء؟ كل بيدخل بالكفاءة، ممكن إنسان يكون فقير لكن يكون مجتهد وشاطر وكده، يبقى يعني يبقى له فايدة حلوة خالص. فما ناخدش الأمور بحساسية، وبعدين ما كلنا فقراء، يعني هو في حد غني وفقير دلوقتي؟ كلنا غلابة على باب الله. رأي بيقول ليه بيقول نطلب ناس أموات ونسيب شفاعة المسيح الحي؟ المسيح ده شفاعته كفارية بغيره مفيش خلاص، لكن الأموات احنا نقول ليس إله أموات بل إله أحياء. ما ده إيماننا ان اللي انتقلوا دول مش أموات ولكن هم أحياء، والكتاب نفسه يقول كده، ليس إله أموات بل إله أحياء، وهو اللي علمنا كده. ليه بنطلب؟ مش قال يعني من أجل إبراهيم، من أجل داود عبدي؟ امال احنا كنا بنقول ايه من شوية؟ لما يبقى أب كاهن بيقول ان المفروض ما نكرمش العذراء اكتر من المسيح، صح ولا خطأ؟ المسيح لا يقارن بأحد طبعا، المسيح له كل الإكرام، ده احنا تكرمنا للعذراء عشان هي والدة الإله. إن كان أب كاهن بيقول إن ما ينفعش الأطفال نقول بابا يسوع، لازم نحترم ربنا ونقول ربنا يسوع المسيح. الاتنين يتقالوا، نقول بابا ربنا يسوع المسيح، ده هو قال متى صليتم فقولوا أبانا. أبانا ممكن بمعنى بابا برضو يعني. لما واحد يقول له واحد لأبوه يابا، هل غير بابا؟ يابا صح وبابا غلط. بابا هي يابا برضو، يا ابانا يا بابانا، يعني دي ما تلغيش ديت. ابونا هو ربنا يسوع المسيح نفسه. هو ربنا بالنسبة لنا ايه؟ قال أبوكم الذي في السماوات، مش قالها كتير أبوكم الذي في السماوات؟ كلمة أبوكم دي الطفل أحيانا يفهمها بمعنى إيه؟ بابا اللي في السماء، بابا اللي هو ربنا يسوع المسيح، بابانا السماوي، يعني الأمور تبقى أبسط من كده. لكن احنا ما بنتكلم بنقول طبعا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح،
ما حدش كبير يمكن بيقول بابا يسوع ولا حاجه، يعني بيقول ربنا والاله المخلص يسوع المسيح، لكن في الاطفال بيتقال لهم كده عشان نعرفهم ان ربنا ده بابا اللي بيحبهم، بس بابا الكبير بقى، مش زي بابا اللي في الجسد، لا ده بابا اللي في السماء، بابانا السماوي اللي هو ربنا يسوع المسيح. هو أنا لو خدت عادات خدام من الكنيسة هنا وبعدين لما اتجوزت رحت كنيسة في القاهرة، ينفع أنزل فيها وأكون خدمة ولا لازم أخد من هنا وكمان، قصدك من هناك كمان يعني؟ عادات خدام قبل ما بتاخدوه عشان الخدمة الواحد بيتعلم لذاته، فما تفكروش فيه كشهادة أو يعني إجراء روتيني عشان الخدمة، فكروا في فايدته. كل ما كان له طلباته، احنا برضو مش بنقبل أي عادات خدام، حد خد أي كورس كده يقول أنا خدت كورس، بنشوف درس إيه ولو حاجة ناقصة بنعمله زي معادلة، نقول له لا ممكن تدخل كذا وكذا وكذا وتدرس، المهم يكون درس ايه. في حد بيسأل عن العلاقة، حدود العلاقة بين الخطيبين، هو صح يبقى مش عارف ايه؟ لا، لازم تكون العلاقة متحفظة، في مشاعر جميلة وفي يعني ود طبعا وكل حاجة، لكن لازم تكون في تعفف سواء في الكلام والأفعال بصفة خاصة، لأن لسه ما اتجوزوش وبسهولة قوي ممكن تتفك، يبقى الوضع شكله ايه. فطالما ما اتجوزوش لسه ما يحلوش لبعض. كل حاجة في وقتها بتبقى جميلة. في سؤال مش هقوله يعني غريب قوي عن السيد المسيح، يعني انا نفسي يعني اترفع ان اقوله، يعني يقول مش بابا يسوع مر مش عارف ايه وكده، ربنا يسوع المسيح ده هو الاله المتجسد، شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها، خالي من الضعف، من منكم يبكتني على خطية، هو يقول كده يعني. فهتشبهه بيك انت يعني في بحالك ووضعك، لا يعني في واحد خد قرار في حياته وبعد كده بيقول هو صح ولا غلط، اللي عايز يسأل يسأل قبل ما ياخد القرار مش بعد ما بياخده. أما الحاجات الأسئلة الشخصية اللي زي كده فما ينفعش الإجابة فيها في مكان عام،
أو بعمومية، دي بتبقى دراسة خاصة على انفراد وخصوصا مع أب الاعتراف. كده يبقى جاوبنا لكم كل الأسئلة، نكتفي بكده.